اسمح لي القرار ديال المدرب تي تحترم، لان اول حاجه في كره القدم هي الانضباط. لان الا شفنا كبريات الانديه الاوروبيه راه كاين لاعب دابا في يوفنتوس راه موقف، هو بونوتشي هو احسن مدافع، لان كان عنده واحد الحركه اتجاه المدرب ديالو. تنظن ان الانضباط هو اول حاجه في كره القدم. انا نقول لك واحد الحاجه، هاد اللي قلت انا فاش كنت نلعب، ما تنبغيش نتكلم دائما على انني فاش كنت نلعب جيت معطل واحد المباراه مع فريق فيليمدو، جيت معطل واحد المباراه بين نمشيو نلعبوا مع اياكس باش نوريك الناس فين وصلوا، باش ما نتكلموش على واحد، لان المجموعه هي اهم من الفرد. جيت معطل واحد المباراه، كنت لاعب رسمي، جا المدرب وانا واحد اللاعب ياسين عبد الله ولا تعرفوا، تعطلنا بجوج، ضرب عندنا بجوج لاعبين بجوج ضرب عندنا ودخل ولعب وكان بغي يروح اجاكس. فتنظن ان كره القدم هي لعبه جماعيه، وكاع اللاعبين واللاعب الفقيه فهو لاعب منضبط. كان واحد سوء تفاهم وجاتوه، ونهضروا صراحه جاتوه واحد الوقت انه كان بغى ينتقل، وهذا هذاك الشيء تاثر على اللاعب، لان اللاعب الله يكون في العوان هذا هو مصدر الرزق ديالو. ولكن الحمد لله فهو جا واعتذر ودخل المجموعه، وكما شتي الاداء ديالو راه غادي في التطور، وحنا راه محتاجين لجميع اللاعبين. ولكن خصنا دائما نحافظوا على الانضباط السي شرف، لان الانضباط هو اللي تعطيك المجموعه، لان كره القدم هي واحد اللعبه جماعيه.